السلام عليكم، مرحبا بكم في الوصفات ملكة. مرحبا بنجدد بالقدم معنا في القناة. اليوم فلوغ، غادي نديكم لوحدة البلاصة فين غنتقدى داكشي اللي خاصني، وغنشارك معكم الجديد، اشنو كاين في الجديد، يعني اشنو اللي كاين في السوق. ومن اللي غادي نرجعو غادي نوجد معكم الفطائر على الشكل ديال الوريضة، كيجيو هائلين ومحشيين بواحد الحشوة بدون اللحم. الفطائر ديال سيدنا رمضان الكريم ان شاء الله اللي غينفعوكم في هذا رمضان الكريم، والصحيين 100%. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا الا كيهمكم الامر خليكم حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا هذا فلوغ. هذا ديجا دخلت انا لهذا الفرناسيان ولا المحل فين كنتقدى هذاك انواع الدكان، واحد ديال الدقيق اللي كنستعملهم اولا التشريال اولا داكشي كله اللي خاصني، مره في الشهر كنمشي ليه كنتقدى كلشي داكشي الصحي 100%. البنات ما كنديرش لي شهر ان الدقيق ديالهم مصيب بالزرار، بحال مثلا الدقيق ديال الدقيق اللي كنستعمل دائما راه مصيب بهذا الزرار. هذا البنات اللي شاركتهم معاكم كياخذوا هذاك دوك الزرار كيطحنهم، ما عرفتش شنو كيسميو ليهم بالعربيه، كيطحنهم كيوليو الدقيق هذاك السمر، والصحي 100%. وكاينين بزاف ديال انواع ديال الدقيق، هذوك اللي يعني جربت بزاف ديال انواع ديال الدقيق، وهذوك اللي عجبوني بحال هادو البنات ديال الشعر، انواع ديال الدقيق ديال الشعر البنات واعرين، تيجي فيهم الخبز زوين، كتجي فيهم الحلوه، حتى هذاك كتشوفوا راه ديال الزرار البنات. وكاينين انواع ديال الدقيق مختصين بالكريب، راني نيت خديت منهم ان شاء الله غنشاركهم معاكم. تطوروا بزاف يعني في انواع ديال الدقيق زوينين البنات، انا في الاول كان صعيب تلقى الدقيق يعني زوين، كتلقاو الدقيق حرش ديال الرز بحال الا هرمشوا الرز كديروا به الخبز تيجي قاسح. دابا لا، هانتوما كتشوفوا كاين الدقيق مختص بالكريب، راني خديتي ان شاء الله غنشارك معكم الكريب للشهر رمضان ان شاء الله. عندي لكم بزاف ديال الوصفات اللي غنشاركهم معكم للشهر رمضان. هانتوما كتشوفوه بحال هاد البسكوي، هذا حتى هو فيه الزرار، لي بات يعني كاينين لي بات ديال الزرار حتى هما بحال الزرار، بحال هادوك شنو سميتهم، كاينين انواع ديال الدقيق اللي كيطحنوهم معاهم العداس، كاينين ديال الفول، كاينين ديال الروز، كاينين ديال الذرة، كاينين يعني بزاف البنات. وهذاك دوك الزرع اللي وريت لكم قبيله ما عرفت شنو كيسميو ليهم بالعربيه، هذوك الصحيين 100% داروا منهم الدقيق وليبات. صافي غادي نخليكم تستمتعوا تشوفوا مع الموسيقى حتى نسالي، ومن بعد نرجعوا للدار ونشارك معكم داكشي اللي خديت، وغادي نجد معكم دوك الفطائر محشيين الرهيبين. هانتوما البنات قديت كاع داكشي اللي خاصني، دابا هانتوما كتشوفوا هانتوما خديت منها جوج بطليات، وخديت هاد النوع ديال الحوت تيجي رائع جدا، خديت منه ربعه د البطليات. هذا الدقيق البنات هذا اللي كنستعمل الخبز ديالو تيجي هائل، وهذا البنات ديال الشعر ديت منو لي بات، كل نوع كناخذ منه شي حاجه، كناخذ ديت هذا الشوكولات هذا ديال الشعر تيحمقوا على الدراري الصغار الكبار، وخديت الدقيق دائما الدقيق اللي كنستعمل معاكم اللي كنشارك دابا معاكم هذاك اللي وريتو لكم في هذاك الفرماسيان، هذا الدقيق ديال هاد الزرار راني محبس زعما كنقلب على داك الزرار. هانتوما داك الدقيق ديال لي كريب غندير معاكم ان شاء الله لي كريب الشهر رمضان الكريم ان شاء الله. عندهم بزاف ديال الانواع، عندهم ديال الزرار، الدقيق ديال الزرار، عندهم ديال الروز، عندهم ديال الحمص، وهذا مختص بلي كريب. وهاد الحلوه هذا البنات ديجا كنت شاركتها معاكم كتجي بنينه بزاف. خديت هادو هانتوما هذا بطاطا فريت ولكن هو دايره يعني صوبو بالذرة، ولا باغيت هلا فرينا دي تشي تشي الدقيق ديال الحمص البنات، ماشي الحمص بس الحمص هذا الدقيق ديال الحمص البنات دي تشي تشي. وخديت هاد الموزلي، هاد الموزلي هذا بلا سكر البنات صحي. وخديت هادو زوينين البنات، فيهم الشوكولاته والبندق من الداخل. وخديت هذا الدقيق ديال الرز باش ندير به لي ماسكيري، الا بغيتي زعما ديروا شي ماسكيري تقدروا تطحنوا هذا
تطحنوا الرز ولا تاخذوا الدقيق ديالو. خديت تشريال هذا، خديت هذا بالشوكولاته، وخديت هذا حتى هو بالشوكولاته والعسل، وخديت هذا حتى هو بالشوكولاته، وخديت الخبز، هانتوما انواع ديال الخبز، وخديت سباغيتي، خديت جوج باكيات، وخديت هذه النشا، هذيك النشا البنات في كل هذه البطاطي، لقيت هذه الباكيه فيها كيلو اويلي على كيلو، فيها نص كيلو صافي. هادشي اللي هانتوما دابا غندوزو باش نوجدو الفطائر ديالنا. في واحد بول كندير معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجينه، ديجا درت واحد الكاس ديال الماء، كنخليو الخميره ديالنا واحد 5 دقائق حتى كتنفعل، وعاد غادي نزيدو العناصر الاخرين. من بعد 5 دقائق هانتوما كتشوفوا الخميره ديالنا بدات كتنفعل، كنزيدو المعلقه كبيره عامره ديال الحليب النيدو، كنزيدو المعلقه الصغيره ديال السكر، المعلقه الصغيره ديال الملح، وغادي نخلطو، كنخلطو وغادي نزيدو جوج كيسان اخرين ديال الماء صافي. بالنسبه للدقيقه البنات انا كنستعمل هذا، ما كنديرش لشهر، غير بغيت نشاركوه معكم، زوينه البنات ديال الزرارع والصحي 100%. هو اللي غنستعملوه، غادي نزيد الدقيق بشويه بشويه. هذا النوع البنات ديال الدقيق ما كيحتاج لا الدلك لا التعب لا والو، والوصفات ديالو تيجيو رائعين جدا. الا ما عندكمش ولا ما لقيتوش ماشي مشكل، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الدقيق يعني مولفين عليه. ها انتما كنزيدوا شويه ديال الزيت العود، وكنبقى نزيدوا الدقيق بشويه بشويه ونخلطوا حتى كيتجمع لنا الخليط. هذا النوع ديال الدقيق البنات كنخليوه دائما مرخوف، ما كنقصحوش العجينه، ان مازال كيشرب، ان فيه الزرار على البنات صافي. ها انتما العجينه ديالنا غير جمعناها وصافي، ما دلكناها ما والو، كنخليها كنغطيها بالسلوفان، كنخليها ترتاح لمده ديال ساعه، من بعد نعاودو نطلقها. المقادة اللي غنحتاجو في الحشوة ديالنا اللي غنديرو مع الباليني ديالنا، واحد الفلفلة صفراء، 4 دروس ديال التومة، شوية ديال القزبر مقطع، 4 ديال الورق ديال الموسى، واحد البصلة مشنضة. بالنسبة للتوابل ديجا درت شوية ديال الزيت، المعلقة الصغيرة ديال الكمون، المعلقة الصغيرة ديال التحميرة، الراس، المعلقة ديال الملحة، المعلقة الصغيرة ديال الابزار صافي. غادي نشحروا هاد العناصر كاملين وكننقصوا على العافيه، في الاول كنجهدوها حتى كيتقلاو هاد الخضر كاملين صافي، كنغطيو على القميله على هذه على القميله صافي. كنخليوها البصله ديالنا حتى كطيح وتاخذ اللون الذهبي وتشرب لنا هاد المقادير كلهم اللي درنا معاها، ونعاودوا نتلاقاو باش غادي نزيدوا العناصر الاخرين. ها انتما الخضره ديالنا تقلات مزيان تشحرات، كنزيدو عليها جوج البطاطات متوسطين اللي ديجا حقتهم وقشرتهم وقطعتهم اطراف صغار صافي. كنخلطو هاد العناصر كلهم مع بعضهم، وغادي ندوزو باش غادي نزيدو شويه ديال الفرماج. خليكم معايا. العجينه ديالنا خليناها المده ديال ساعه حتى عمرات. ها العجينه ديالنا غادي نكور منها الكويرات، كنرشو صفحه العلف بالدقيق. هذا الدقيق اللي درت مع هذوك المقادير اللي عطيت لكم، نسيت ما قلت لكم باللي نص كيلو ديال الدقيق صافي. مع الحشوه ديالنا خليناها حتى دفات، وزدت عليها 4 معالق كبار عامرين ديال الجبن الكريمي. الحشوة ديالنا هي واجدة، كنطلقو العجينة ديالنا بواحد المدلك، كنعاونو بشوية ديال الدقيق، كنطلقو العجينة ديالنا، كنديرو عليها كنديرو في الوسط شوية ديال هاديك الحشوة، مثلا معلقة كبيرة عامرة ونص ديال الحشوة، كندهنو الجوانب بالبياض البيض. صافي كنسدو. كندوزو واحد الجرارة في الجناب
كناخذ واحد الفرشيطه كنسدو بحال هكا. ها انتم الفطائر ديالنا. هنا خديت واحد المول دهنته بشويه ديال الزيت ورشيتو بشويه ديال الدقيق المول ديال الحلوه، وكنحطو فيه الفطائر ديالنا كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. خليوكم معايا غادي نزيدو الفطائر الاخرين. كنحطو كما كتشوفوا هذيك الفطائر الثاني اللي درناه كنحطو عليها حدا خوه، من بعد غادي ندير بحال هكا واحد اخر غنحطو هنايا واحد اخر حتى كنعمرو المول. ها نتوما كتشوفوا كنديروا نفس الطريقه وكنبقاو ندورو على المول. ها المول عندي مازال خاوي. ها نتوما كندور على المول كامل كنعاودو نحطو في الوسط بهذا الشكل هذا على الشكل الوريضه، كنعاودو واحد الصف الثاني. ها نتوما حطيت الوريضات ديالي كاملين، كيبقى ليا دابا الوسط. هذيك ديال الوسط غادي نوجدوها دابا نيت. هذيك الكره اللي غنديروها في الوسط حيت كملت ليا الحشوه وبقى ليا غير شويه صافي، كنزيد عليه شويه ديال الفرماج وكنجمعوا بحال هكا كما كتشوفوا كنجمعوا. هذه درناها على هذا الشكل هذا حيت غنحطوها في الوسط ديال المول. نتوما الفطائر ديالي ولاو على الشكل ديال الوريضه. كندهنوا بالبيض كما كتشوفوا، كنرشوا شويه ديال الخشخاش من الوسط وفي الجناب كندردلو شويه ديال الخرطال. صافي كنخليها ترتاح لمده ديال نص ساعه. من بعد نص ساعه كنشعلوا الفران 180 درجه، كندخلوا الفطائر ديالنا حتى كيتحمروا ياخذوا اللون الذهبي وكنخرجوهم ونعاود نطلقوا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. ها نتوما الفطائر ديالنا ملي تحمروا خدا اللون الذهبي صافي خرجناهم وقدمنا الفطائر ديالنا على الشكل ديال الوريضه. تيجيو هائلين وتيستحقوا التجربه. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر في الكومونتير الا عجبكم الفيديو ديال اليوم. داروا لي لايك وبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم وخليوني رايكم في التعليقات وشكرا.